إذا مشاهدي شفتي بتحية عدنا والعود محمود بطبيعة الحال دائما في إطار التتبع ديالنا المساعدات يعني اللي ماشية للمناطق المنكوبة. إذا عاجل ومباشرة نتمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر هذا نديرو هذا الخير هذا هاد الإخوان هادو غير باش نوريكم يعني كاين تحياتي تبارك الله عليك الله يعطيك الخير الله يسهل الأمور. كما كتشوفوا الشباب هما خدامين عمرين هنا شحال مرموك هنا تبارك الله ولكن الاشكاليه اللي عندهم خاصهم الدعم خاصهم البيجي فلوس شي واحد يتكلف لهم باش يخلصوا المرموكات ترونسبور شحال كاين خص ثلاثه شحال الثمن لواحد اربعه الكاميونات شحال كيحسب لواحد 15000 درهم تقريبا هما بثلاثه الواحد يعني نقولوا واحد 12000 درهم للرموك ولا يعني شوف الا كان شي وحدين محسنين المهم غادي بلا ما طلع اللايف بارطاجيو معنا الله يجزيكم بخير باش ندوزوا الاخوان يديروا النداء يعني مباشره وعاجل بطبيعه الحال باش الناس نتعاونوا باش هاد الامانه توصل للناس كما كتشوفوا الناس راه خدامين هذه اسبوع كل مره كيصيفطوا الموكات ولكن كما كنقولوا حنايا راه يعني كاين بزاف 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 ديال السلعه كما كنقولوا حنايا اللي خصها توصل بهذا المعنى هذا كما كتعرفوا كان لي فريت على الطريق لوتوروت كان المازوت وراه رموك راه تبارك الله راه كيهز بزاف ديال 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 المازوت بهذا المعنى هذا. اذا الاخوان تمنى تبارطاجيو معنا المباشر الله يجزيكم بارطاجيو معنا المباشر باش نديروا النداء بطبيعه الحال الاخوان هنايا غادي اعطوني الرقم ديال 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 السيد اللي مكلف الله يعطيكم الخير نديروه في الكومونتير ادريس هذاك الرقم اللي كديروا في الاخر الرقم شحال الرقم شحال انا غادي نهضر دير الرقم ديالي دي. الرقم غير بعدا الرقم ديال الهاتف شحال 06 دير 06 الرقم ديال التليفون شحال ايوا قلنا لك روح اصاحبي شحال ارواح اصاحبي الله على الشيطان شحال الرقم ديال التليفون راه عندك داك 0644 ايوا عطيهني يا صاحبي فتي عليا 0644 يلا زيد دابا تشوفوا نتكلم ها هو غادي نتكلم انا غادي نتكلم واش كاع نتكلموا تجمعوا الدراري وهضروا تجمعوا هذه مبادره انسانيه تضامن مع الناس ديال مراكش ولا ديال الزلزال حنا بغينا نتعاونوا معاهم وبغينا لا غير الرقم في الناس باش يتواصلوا معاهم وصافي ونعجلهم البلاصه اخوان هذه البلاصه راه جايه من جهه لانسيتي فرونسيس كما كتشوفوا لها عطوني بعدا الرقم كتبوا هنا في الكومونتير الدائره الاولى الوطنيه لا لا سيتي فرونسيز القديمه وصافي وا صافي لوند وا معروفه 4 مليون معروفه هنا شحال النمره كريم في الساعه خويا ها هو راه يجبد انت فهمت وا اللي بدا دغيا اذا اخوان كما كتشوفوا معنا كنتسناو عطونا الرقم تاع التليفون باش الاخوان نهضروا معاهم على حساب يعني شنو خاصهم طبيعه الحال المهم غادي نعتلهم البلاصه وصافي شحال شحال المهم واحد ديال غير واحد اصاحبي غير واحد الله ينعس الشيطان اخوان 06 67 زيد 69 زيد 84 06 84 06 ها هو وزيد النمره ديال الاخرين زاد صافي ماشي مشكل عاود معنا شحال صبر اسمح لي الحاج الله يعطيك الخير اخوان بارطاجيو معنا المباشر مساعدة 06 44 و غادي نولي 75 39 78 هذا السيد اللي مكلف شنو الاسم ديالو؟ دريس مسيو دريس مسيو دريس صافي ماشي مشكل ها هو الرقم اخوان بارطاجيو معنا المباشر الله يجازيكم بخير باش يوصل الا كان شي محسنين اللي غادي يتكلفوا الناس بالترونسبور اخوان عطونا واحد الكلمه شكون اللي غادي يجي واش بغيت روح روح جمع من هنا صافي واش بغيت واش بغيت نعطيك انا نعطيك المهم شكون اللي غادي انا شفت روح الحاج ام باسطي غير هنا غير
الحاج تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. خصنا الدعم ديال الترونسبور، عندنا السلعه، عندنا الاغطيه، عندنا الريفيتايما، عندنا كل شيء موجود، ودرنا هذه المبادره مع تضامن مع الناس ديال الزنزال، ورحنا جمعنا الخير والبركه، ورحنا صيفطنا، وراه دابا عندنا واحد الربعه ديال الريموركات غادي نصيفطوهم، خصنا غير الدعم ديالهم. الله يجازيهم بخير. الا كاين شي واحد اللي غادي يدعمنا، احنا حدا ربعة ملوكة، بروميير رانديسمون ديال البوليس، انستيتيتي فرونسي ديال فين كيقريو النصارى الدراري. الله يجازيكم بخير. هذا الشيء راه خصنا نوصلوه لمواليه، ورحنا نسرجيو، رحنا هاد العشيه رحنا نسرجيو، وغادي نسرجيو واحد ربعه ديال السيميري مورك راهم هنايا. الله يجازيكم بخير. اللي كان باش يعاوننا يعاوننا، هذا اللي كنطلبوا من هاد الناس ديال وجده. وحنا رحنا هاد الناس هادو راه كيديروا معنا مزيان، كيديو بمليون مليون و100، وراه كيديروا معنا حتى هما كيقلعوا لنا واحد 1000 ولا 2000 درهم. الله يجازيهم بخير. هذا اللي كنطلبوا من الناس، بغينا يعاونونا والله يجازيهم بخير، واللي دار شي حاجه في سبيل الله. هذا اللي كنطلبوا من الناس ديال وجده، وراه حنا هذا الشيء درناه، ما كاين لا جمعيه لا حتى شي حاجه، هذه تضامن مع الناس ديال الاخر محسنين. هادو غير محسنين، غير المواطنين، غير المواطنين جمعوا هذا الخير والبركه. راهم صفتوا، وراهم هذه العشيه غادي يسرجيو واحد ربعه ديال الرموكات باقيين، وراه خصنا اللي يتكلف بهم. الله يجازيكم بخير. الله يحفظك. كريم خويا، كريم انا شي كلمه اخويا كريم، شحال صفتوا في الاول وشحال دابا؟ شحال اخويا تبارك الله، رحنا تقريبا ما يقارب 13 ريموركه اللي مشات، ودابا لحد الان راه باقي لنا واحد الربعه ديال الريموركات. المشكل العائق الوحيد اللي راه كاين هو الفلوس، يعني باش غادي نخلصوا هذه الريموكات هو اللي ما كاينش. اخويا طارق، نطلبوا من السكينه ديال مدينه وجده والمحسنين اللي في المغرب وخارج المغرب انهم يديروا هذه الالتفاته، وراه كاين بزاف ديال النقاط ديال جمع التبرعات. حنا الحمد لله بفضل الله وبفضل المحسنين ديال سكينه مدينه وجده تمكنا اننا نجمعوا هذه التبرعات في واحد الظرف قياسي. كما قلنا 13 رموك اللي وصل، وباقي لنا هاد الربعه هادو، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى حتى هما يجيب الله سبحانه وتعالى. بغيناهم بان فلوس غير اللي كان، فين ما كان شي محسن باغي يعاون. راه كاين هنا ستاسيون تاع المازوت، يجي يخلصهم دي بون ويجيبهم، نعطيهم حنا اصحاب الكاميونات، وكذلك الفلوس باش يتمشاو في الطريق، باش ياكلوا، باش هذا الشيء اللي كنطلبوا من المحسنين. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يجازي كل واحد على حساب نيته، وكل واحد بالعمل ديالو اللي كيقوم به. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يجازي كل واحد. باقي ها هو راك شفت بعينك السيد دابا جاب لنا السيكان، يعني باقي الناس كتعاون. باقي وشنو هي؟ راه ماشي غير هذه النقطه، راه كاين نقاط اخرى في مدينه وجده اللي راه الغرق ديال 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 السلع، ديال المفروشات، الماكولات، ديال الاغطيه، الاحذيه. يعني تبارك الله كاين واحد الاقبال كبير ديال سكينه ديال مدينه وجده، وكذلك ربوع المملكه، وحتى الناس ديال الخارج راهم صيفطوا وتوصلنا بهم، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل من كل واحد. السلام عليكم، سميتي ايمان، انا من الناس اللي ساهموا في الترونسبور، ديت الحوايج في الترونسبور ديالي، مشينا تما، حنا شفنا داك الشيء في ارض الواقع، يعني شفنا الناس اللي كانوا مساكن مضطر اللي كانوا كيعانيو من هذا الشيء. ولكن اللي بغيت نشير له هو انه كاين سوء التوزيع، ما كاينش واحد لورغانيزاسيون. حنا مشينا تما كاين شي دواوير اللي فريمون عندهم داك الشيء بكثره. انا مشيت تما، انا جيت غير البارح، يلا جيت البارح جلسنا تما اربع ايام، كاين شي دواوير اللي فريمون راهم عندهم داك الشيء فائض، كلشي كيترمى في الارض، وكاين شي دواوير اللي ما وصلهم والو. الوغ هادشي اللي كناشدو ان الناس ياخذوا داكشي بعين الاعتبار ويمشيو هما برجليهم ويمشيو يدوروا كاملين تما. وحتى كنطالبوا الدوله ديالنا الا بغات انها تعاون الناس محسنين، تعاون الناس تحب الترونسبورات اللي كيضربوا الطريق في المازوط وحتى في لوطوروت، لحقاش الطرق السيار ما عاونوناش، المازوط ما عاونوناش، باقيين نفس الريتم اللي كنا كنتمشاو بهم. الاثمنه طالعين، لوطوروت طالعين، نورمالمون مشينا دايرين دوك القوافل، لان الاعلام تاع المغرب القوافل تاع التضامن ما راه عاوناش، ما خداوهاش بعين الاعتبار. دونك هادشي اللي بغينا، ونطلبوا ان شاء الله هادشي يكون يتقبل في ميزان الحسنات. وجده هي اللي كنا باغيينها كمدينه، كانوا كيهضروا غير على المدن الاخرين، وجده ما كانوش كيهضروا عليها، الحمد لله
واش داس طوط التواصل حتى ليه، وكلشي الناس عارفين بلي مدينه وجده ساهموا، مدينه وجده حتى هما ناضلوا، حتى هما كما نقولوا بالغالي والنفيس داروا كلشي، والحمد لله هادشي اللي بغينا انا حتى مدينه وجده حتى هي تكون من بين المدن اللي تبارك الله داروا كما نقولوا داروا البوس في هادشي ان شاء الله، ونتمنى الخير. تلاقيت مع واحد الشباب حتى هما بحال تبارك الله سيفطوا الحوت وداروا واحد المبادره زوينه، جمعوا عاوتاني اعانه وصيفطوهم للمناطق ماشي من الكوبا، الناس اللي محتاجين واش ما تفكروش انتم ديروا هذه القضيه؟ درناها حنا، كنا مشينا حطينا عند الناس وعاوتاني حطينا فواحد الديبو على حساب السلطات، تما اللي قال لك ودي كاين شي بلايص ما غاديش تقدروا توصلوا لهم صعاب عليكم بزاف. ملي كنا جايين في الطريق شفنا واحد المنطقه اللي صراحه ما فيهاش زلزال، ما فيهاش زلزال ولكن مساكن كيعانيو، عطانا داك الشيء اللي كتب الله، تساهمنا بداك الشيء اللي كتب الله ودرنا معاهم فيديو، درنا معاهم كل شيء. نقدر لك سي سميتك طارق، طارق السيد طارق نصيفط لك داك الفيديو. مرحبا ان شاء الله تشوف السيده اللي قالت لك انايا ما وصلني والو، انا ما وصلنا والو، هما ضروا غير تخلعوا صافي. ولكن تبارك الله باش كيعجبوك هاد الناس بسطاء كيعرضوا عليك كيكبروا بك، ولكن حنا درنا داك الشيء اللي في جهدنا نعم والحمد لله وشكروا لله. بصح كنطالبوا اننا المزيد 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 المزيد، حيت فريمون مي كتمشي تما ماشي مي كتشوف التلفازه، تما كتشوف شي حوايج على الواقع وناس كيعانيوا واحد المعاناه. هذاك هو المغرب المنسي، هذاك هو نتمنى ان شاء الله على الخير. شي حالات شاده نتاع مثلا سرقه ولا هادشي اللي كنسمعوه؟ لا ما عشناش السرقه، لا ما عشناش السرقه. سمعتوا شي حاجه ولا حضروكم الهضره؟ اكيد 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 سمعنا، قال لك السيدي كيوقعوا شفاره كيوقعوا هادي، وبزاف حنايا في 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 المواقع التواصل الاجتماعي كيقول لك لا حذاري انكم تعطيو شي حوايج للسلطات، حاولوا تعطوهم غير الناس المعني زعما مضروري، ولكن ما عندكش كي غادي دير، كتعطي لواحد الدواوير اللي قرابين بصح الدواوير اللي بعد ما عندكش كي دير توصل لهم، وحتى السلطات ما يخليوكش توصل لهم كيقول لك لا راه خطر عليكم، يعني حنا اللي غادي نتكلفوا بداك الشيء. اللي لكم تلقى ترمي لهم من الفوق، وراه طلع واحد الرومورك تما، لا واو سي فغي، وطلعوا واحد الرومورك تما، واو طلعوا رومورك تما راه ما قدرش يفوت واحد الرومورك. شوف حنا الناس ديال الموتورات مشاو جروب ديال الموتورات ديال وجده راهم مشاو معاه. لا مشاو مشاو ولكن خطر، حيت عاد باقي كان الجيراف في التربه وباقي عاد. حنا ملي كنا تما حسينا بهزه بصح كانت خفيفه، مع السونس ديال الصباح والبارح حسينا بواحد الهزه خفيفه، ولكن ماشي شي حاجه، ماشي شي حاجه بصح تحس بان يدك تهزز يعني، ولكن الحمد لله وشكر لله اننا درنا هذه المبادره وفرحنا وفرحنا ناس، ومشينا الحمد لله يدا في يد كما كنقولوا، ودرنا المجهود ديالنا وعشنا مع ذاك الاجواء يعني قلبا وقالبا، وحسينا بالناس وشتنا الناس اللي قل 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 منا بزاف. وعرف الناس مكربسين، كاين واحد سي طريق راه كاين واحد النوع تاع الناس راه تقول ما يمكنش، راه ماشي المغرب هذا، راه ما عايشينش في المغرب، ما كاين لا تلفازه ما كاين لا لي ريزو سوسيو، سواسيه سواسيه واحد بساطه، شفت البساطه قل من البساطه. الريزو كاين تما كاين حنا ملي كنا نهضروا مع عائلتنا كنا شحال نتمشاو باش نقدروا نشدوا الريزو، حتى اتصالات ما دارتش خدمتها شركه اتصالات، بعدا تطلق الريزو باش حتى الناس يتواصلوا، حتى الناس الا حصلوا بعدا يعرفوا مع من يهضروا ما كاينش. يعني تعرف واش نقول لك، باننا المغرب قائم بشعبه والله الا الشعب ديالو، حنا اللي كنا كنعاونوا بعضياتنا ونساندوا بعضياتنا، حنا والله الا بتنا في الترونسبورات ناعسين في الترونسبور ريسكي والله الا ناعسين في الترونسبور، من خوينا داك الشيء اللي كتب الله فرشنا تما داك الشيء اللي كان عندنا في الترونسبور وتسكينا، ضروري ضروري المغامره ضروري في داك الشيء ما عندنا ما نديرو. الله يجينا ميزان حسنات التضامن التضامن. واه كاين اللي تعرضوا للسرقه وكاين اللي تعرضوا للاغريسيون، ولكن الحمد لله حنا مشينا في امان وجينا في امان. شكرا استاذ طارق. حنا الدراري ديالنا راهم تما صحاب لا موطويات، صحاب لا موطويات كيفاش الطريقه تاع التوزيع، الدراري ديال الاخر ديال وجده، الناس ديال وجده، محسن ديال وجده، جروب ديال وجده، صحاب الموتورات راهم تمايا، ومنهم الاخوان ديالنا صحابنا وراهم تما، وكيقول لك راهم يطلعوا للجبال للدواور بلا موطويات، كيعمروا لا موطويات ويطلعوا للناس يفرقوا لهم بوحدهم، والله يجازيهم بخير. هذيك هي التضامن وهذيك هي المبادره الانسانيه، ماشي الانسان يبقى يهضر غير بالفم، الانسان خصو يدير العمل 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 العمل، راه اي واحد كيدير شي عمل الله كيخلصو، هذا ما نطلبوا من الناس. ودروك الله يجعل ربي اللي مات الله يرحمه واللي بقى الله يشافيه، وحنايا الله يرزق الناس الصبر.
هذا ما نطلبوا الله. اذا المشاهدين شفتوا بي كنطلب منكم مره اخرى انكم تبارطاجيو هذا المباشر. الناس راهم محتاجين اربعه ديال الترونسبورات يخلصوا كل واحد ب 12000 درهم. الله يجازيكم بخير. ها هو الرقم للتواصل مع السيد المكلف 06 44 75 39 78. تواصلوا معهم الله يجازيكم بخير باش انهم يقدروا يخلصوا الترونسبورات. يعني غادي ندور من الجهه الاخرى ونوريكم انايا نوريكم لي ترونسبور وفين البلاصه. ها هي هذه لا سيتي فرونسيز، راه معروفه هنا في مدينه وجده القديمه ماشي جديده. ها هما كما كتشوفوا الرموكات، ها هما كيعمروهم تبارك الله. راه كاين هنا، كاين في الدوره لهيها، حتى في الدوره راه كاين رموكات. لهذا نتمنى انه تبارطاجيو هذا المباشر باش يوصل للمحسنين اللي بغاو يتكلفوا لهاد الناس بالترونسبور باش توصل هاد الامانه للاخوان اللي في المناطق المنكوبه ان شاء الله. ونتمنى انه ها كما كتشوف ها هو رموك اخر، تا هو هذا عاد خاوي راهم غادي يعمروه. ها هو يعني باش تشوفوا تبارك الله الرموكات يعني سدفين والدراري قايمين بالعمل. ها هذا رموك خاوي غادي يعمر، هذا راه عامر، الاخر راهم كيعمروه. يعني الناس راهم خدامين تبارك الله متطوعين، الله يجازيهم بخير. لهذا تعاونوا معهم اخوتي باش يوصل هذا الميساج هذا باش يخلصوا الترونسبور باش يوصلوا هذه الامانه للناس. الناس راها كتطوع على كل شيء. السيده قالت لكم كانوا يباتوا على برا في الترونسبور، طلعوا للجبال وداك الشيء. واه شي كلمه سير على الله روح غيم تما. واش شفت الميكرو هو الخيط طوال. دونك السلام عليكم، تحياتي وتحيه لخويا طارق تاع شوف تي في. كنبغي من هذا المنبر هذا كنبغي نقدم هذا، رانا سي طارق راه جوج ديال لي رموك اليوم، غير اليوم نهضر لك على اليوم، جوج ديال لي رموك سي طارق راك تشوف رانا خدامين معاهم. حنا مناضلين مع دوك الناس اللي ضربهم الزنزال المساكين. من هذا المنبر كنبغي نقول لهم اللي ماتلو شي واحد الله يرحمه، واللي راه مصاب الله يشافيه، وحنا معاهم في الرموك ومعاهم في السراء والضراء. وتحياتي لك السي طارق وشكرا بزاف اخويا طارق. شي اسئله ولا مرحبا؟ والله لا مرحبا. دير الحسنات ان شاء الله. حتى حنا السي طارق راه عندنا عائلتنا تما، وراه عندنا السي طارق راك تعرف حتى الشيء اللي كاين. ونتمناهم هاد الناس هادو نكونوا في حسن الظن ديالهم، والله لا يحشمنا السي طارق وشكرا بزاف. شكرا الله يحفظك. مرحبا السي طارق. اذا نتمناو انه الميساج يكون وصل. تحياتي وتبارك الله عليكم، ما تنساوش تبارك